وكل شيء. فالإسلاميين السياسيين والمسيسين، لا أتكلم عن الإسلام السوسيولوجي، هم لا يمثلون الأغلبية في هذه البلاد وليسوا بقادرين. خاطر قبل كان، ما هو السؤال العظيم الكبير؟ هو أخذ الحكم، واعتبار أن بالحكم سيقع تغيير المجتمع تماما، إما في هذا الاتجاه الماركسي وغيره وغيره وغيره، إما في اتجاه إسلامي، وأن المجتمع شيء هش، يمكن عجينة طيعة، عجينة طرية، يمكن تطويحها، يعني تطويحها كما يشاءون. الآن المجتمع موجود، المجتمع تطور، المجتمع فيه كثير من المثقفين، فيه كثير من الناس الذين انفتحوا على العالم، انفتحوا بفعل مثلا التلفزيونات الأجنبية، بفعل كذا كذا كذا، الانترنت وأمور من هذا القبيل. فليس لم يعد عجينة، لم يعد يوجد أي تيار سياسي يعتبر أنه كما كان في الماضي يمكن بهذه الصورة تطويحها، يعني تطويع المجتمع. لا، مجتمع تحدثتم دكتور هشام رجعيت عن حتمية وصول الإسلاميين إلى الحكم، هي حتمية تاريخية في الماضي، هذا يمكن في الماضي. الماضي اليوم لا، اليوم لا، لا لا يمكن، ما قلنا لا ابدا، لا يمكن يوصل الحكم، يدخلوا كحزب، يمكن يدخل في حكومه لانه يمثل قسط من المجتمع. انطلاقا يعني من قراءتك للتاريخ ولمسار المجتمعات والاحداث، بتقول في مكان ما انه المستقبل، يعني مستقبل الاديان سوف يتجه الى اللادين بمعنى من المعاني، يعني مستقبل المجتمعات، لانه لا يتماشى مع العلم والحداثة. هذا يشمل أيضا الدين الإسلامي؟ يشمل كل الأديان. نعم، كل الأديان في رأيي، لكن على زمنية قد تطول وتقصر. هذا حصل في الغرب، نعم، بالرغم من وجود أناس متدينين وكنائس وغير ذلك، لكن الدينامية التي تحرك الدول الغربية بخصوص الولايات المتحدة والكندا وبلدان أوروبية وحتى روسيا هي غير مقامة على الدين. الثقافة الغربية أيضا، العلم والعلاقات الإنسانية خرجت من الدين. الأديان موجودة الآن تلعب دور وقع نوع من الرجوع إلى الديني، سواء لدى البوذيين أو لدى حتى المسيحيين أو لدى، لأسباب أخرى ليست أسباب ميتافيزيقية. في العالم الإسلامي من الواضح أن الحركات الإسلامية متأسسة على عمليات سياسية وتأكيد الذات في هذا العالم، وليس على دراسة ثيولوجية لما قاله الغزالي ولا أمور من هذا القبيل. لكن على المدى البعيد سوف تكون هناك خيارات أخرى، خيارات أخرى في كل العالم، مثل ما قلت أنه في الغرب، وجدوا منطلقا آخر غير الدين مثلا، غير هو الفن. صحيح أن الفن يلعب دور المطلق، هناك نوع من العبادة للفن، إنما ما دمر الأديان في العالم الغربي هو نمو العلم المادي أساسا الطبيعي والعلوم الأخرى، وبما في ذلك هي سيرورة طويلة. صحيح. ابتدأت من السادس عشر إلى حدود القرن العشرين، سيرورة طويلة تفاقمت. من غير الممكن أن يقبل الفكر العلمي والفكر العقلاني بالمعنى الدقيق، وإذا استفحل في مجتمع ما، أن يقبل بالمسابقات الدينية.